شركة تويتر يا سيرا اسمي شاعوكا قادين يقود هامبا اي هوذا كسارتي او كونكي غاركا هيا تويتر كاي ويستمعه لتلي مدعويني هورا مرايكن كما ستان دولان ترامب برتا تويتر كاي شاكتين كوان كان ايقارتي كدي مركي بارتان لغو سمي قرار لديسي وقود انبيي وصور ديكي برتاسي وحي شركة شاكتين اجران ورعيا لغا قبوها لسي هورين كارتا رابشدا هاتن كتاقن ودن كمرايكن كا تلابدن يا ايمان اي سيدو شركة دا اونلاين كا اي مال مها ميشي كسارتي عوانا دا باهي اريدا كعينتا اما ديبات دور سيدي كرا كارهان تاقر ياش مدحوين ترام قار كمذا شرعية تشياش مرايكن كا يدد كعان كايا مدوبة كباقية برتا تويتر كا مدحوين تران كودهان بهوضا لغا سارو برودي هورا مرايكن كا ميجل اوباما ايا خميستي برتا تويتر كا كعوستي شركة دا انا جوتسو قرارة ترام يدقو نحمدا سوزو كلنا كبيها بميشي كسارتو عوان كيسا كار كا اي تويتر اربعادي لبيه تمسا عضايا حين تهر شركة عوان كمدحوين ترام كديمركي خلالاسيه كرد عي حارون تا كونكريس كا يوضو شاكتين نمرك لو استعمال كرما داما وترية سدح قرارة شاكتين نمرك داكو يهي سياسة مرايكن كا بو قرار تاقر ياشي ساحيا ويرر دسمها كوبيتان يوغو قده هو قليه ربشتنا كالكازي كيكيي شركة تويتر ايا هروغو ديكتين مدحوين ترام وحينا شاكتين كبيهان بميشي كسار دون تعوان كي سكار كا حدو بال مرا شروده هو ديكسن بل سي قيبتان ايا هو مهمسن وركي و تويتر كوكو سو قرأي ميل كردع مستقبل كسورود تويتر كا وحو سمي ودونان كبيهان بل ممنوعا كون كا سياسات سمعات بلشدة تويتر كا ايا وحاو ديغان تاينا لو استعمالي كرين اديقيدة تويتر كا سي فرقلين دورا شوين كا مبهنان كالي عرميها بلشدة قرار لدى مدحوين ترامي اللي حر ريا ديمازي عن عطين تلو هين اين دورا شتا لغا شبته يا كمي داها كوه وطبيه مدحوين ترامي بلسا شركة تويتر وحاي شاكتين شرودة كاروه قامياش عالم كايلاه دهي waxaan gar waaqsanay in mararka qaar iyadoo la eegayo danaha bulshada loo adeegsado dadka inay arkaan qoraalaha ay ahayd in la xanibo shuruudaha Twitter ee madaha caalamka ayaa sidaasi qaba haatan waxa xaaladaha gaarka ah ku haboon hal qayb oo kamid ah qoraaladaasi ku saabsan danaha bulshada qoraalada ka yimaada saraakiisha la doortay iyo kuwa dawladaha balse madaxda shirkadda ayaa waxay ula muuqatay in ay danaha bulshada ee la eegayo maadaama kunkiisa la xayiray iyadoo qoraaladaasi shuruudaha la jabinayo laga mamnuucay fariimaha digniin ahna marka laga reebo in madaxweynuhu uu ku baaqay rafido taas oo ay shirkadu aaminsan tahay in ay tahay arin taagan Mr. Trump ayaa lagu aqoon inuu isbeddel sameeyo waxa ka caawinay inuu gaaro heerka uu hadda taagan yahay balse sababta tartiib waxa degan la sawirto sida isaga iyo Twitter isku la shaqeyn doonaan marka uu ka tago aqalka cad ee wadanka Mareykanka Xamsadalha Star TV